صباح الخير مشاهدينا. بينقسم مواليد برج الحوت لثلاث مجموعات تسمى كل وحده منهم بعشريه او ديكان، والعشريه او المجموعه الثالثه بتمتد من 11 حتى 20 اذار. مواليدها هن الاكثر جراه بين كل مواليد برج الحوت وبيسعوا باستمرار لتحقيق اهدافهم. طموحين كثير وبيعطوا اهميه كبيره لعلاقتهم بزملائهم بالعمل. بيفتخروا كثير بحالهم وبنظرهم بيمتلكوا مواهب ما بيمتلكها كثار. مسالمين وبيتقبلوا الإهانة من الآخرين بلا ما يردوها، وبيمتلكوا قوة كبيرة على التسامح والاهتمام بمشاعر الآخرين. طولون التنين تنبلش ببرج جديد برج الحمل، وهلأ منبلش توقعات الأبراج 12 كمان مع برج الحمل. ما في خوف عليك من التأثير السلبي لتجاربك المهنية يلي ما نجحت فيها، فأنت من الأشخاص يلي ما بيسمحوا لليأس يسيطر عليهم. خليك متفائل وبحاس عن التجديد. أما عاطفياً ما تخلي عواطفك تتحكم بتصرفاتك تجاه الشريك. برج الثور بيجاوب معك محيطك وبيوافقوك الناس على أفكارك ووجهات نظرك. ساعد ثقتك وتفاؤلك من بعض المصاعب يلي مرقت فيها واتجه لمعالجة مشاكلك بحماس. أما عاطفياً قم بالمبادرة الأولى لإنجاح علاقتك بالشريك وما تهتم لمواقف الغير. برج الجوزاء الأخطاء الصغيرة يلي بترتكبها بأغلب الأوقات بتكون ناتجة عن تسرع وقلة التركيز. حاول تعالج الأمور سريعاً تما تكبر وتتعقد. أما عاطفياً عم بتبالغ بعض الأوقات بردة فعلك تجاه الشريك، روق وما تقوم بتصرف تندم عليه بعدين. برج السرطان استخدم ذكائك لتحل كل أمور العالقة، رح تلاقي نجاح لخططك ورح يزيد تفاؤلك. خليك مثابر وجرب توصل لأعلى المراتب بعملك. أما عاطفياً ما تتطرف برأيك واستمع لوجهة نظر الشريك. برج الأسد شوف الأمور المهنية من الناحية الإيجابية وحاول تتعلم كيف تقلب الخسارة لصالحك. خليك نشيط ومثابر بعملك تعكس صورة حلوة عن المسؤولين عنك. أما عاطفياً ما تقوم بقرار يخليك تندم وتخسر الشريك. برج العذراء اعتدل بكل الأمور وما تضيع كل وقتك على إرضاء المحيطين فيك. مشاكل العمل أهم وبتستحق اهتمامك ما تركيزك أكثر من أي شيء تاني. أما عاطفياً بتشارك الشريك بمناسبة خاصة وبتقربك منه أكثر. من كفة أبراج مع برج الميزان بتشعر بالقوة والقدرة على إقناع زملائك بأفكارك. قادر تتقدم من دون تردد، بس رح يتسيطر عليك بعض الضغوط الخارجية، الأمر يلي بيخلي أعمالك تفشل بالفترة القادمة. أما عاطفياً علاقتك بالشريك ممتازة. برج العقرب مش كل شيء بتتمناه رح تحصل عليه اليوم، الأمر يلي بيحسسك بالإحباط واليأس. ما تخلي الملل يسيطر عليك لأن هالأمر بيأثر على نشاطك وبوقف لك تقدمك. أما عاطفياً منح الشريك بعض الحرية لتحسن العلاقة بيناتكم. برج القوس تبعك المتقلب ومزاجيتك عم بيصعبوا الأمور عليك، رح تحقيق أهدافك لازم تبتعد عن هالمزاجية. رح بتواجه بعض المشاكل بعملك تعامل معها بذكاء والتركيز. أما عاطفياً كون صريح لأقصى الحدود مع الشريك وقوي علاقتك فيه. برج الجدي ما تستمر بالطريق الغلط اللي متبعه، بتواجه أوضاع ضيقة اليوم بتطلب منك تركيز كبير. تجنب الانتقاد والاتهام تما ينقلب الأمر عليك. أما عاطفياً ميز بين الشريك وأصدقائك فهو بيستحق أكثر تهتم فيه. برج الدلو بتتفاجأ بتأخير بأعمالك فحاول بكل جدية معالجة مشاكلك المادية والمهنية. تجنب الانفعالات اللي بتخلي أعمالك تفشل وبادر بمصالحة الآخرين وكون دبلوماسي معهم. أما عاطفياً راعي ظروف شريكك فهو عم يمرق بفترة صعبة. نوصل لآخر برج، برج الحوت قادم على فترة اختبار مهمة، ما تأثر بآراء الآخرين. المشاكل المتكررة بتحتاج لتركيزك، ما تتجاهل الصعوبات أو تتهرب منها. أما عاطفياً تجنب تقول أمور ما بتعنيها بحال حصل خلاف مع الشريك وتصرف بهدوء. بالنسبة لمولود اليوم فهو بيتمتع بشخصية منفتحة ومرحة، شجاع ومسؤول عن الآخرين، بحب المنافسة والقيادة، متسرع ومنه دقيق بأحكامه، نشيط وحيوي، صريح ما بيتحمل النقد، متسلط بحب النظام والقواعد وبيكره الأوامر، وبيحب يشتغل بمجموعة وبفضل يكون وحده. من مواليد اليوم لاعب كرة القدم رونالدينيو،
ولد رونالدينيو عام 1980 بالبرازيل وعن عمر 19 سنة، شارك لأول مرة مع منتخب البرازيل ولعب أيضا مع عدة فرق مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة يلي أحرز معه دوري أبطال أوروبا لأول مرة عام 2006. عام 2005 ربح البالون دور وأخذ جائزة أفضل لاعب بالعالم. تم اختياره تيكون من أفضل لاعبي برشلونة عبر التاريخ. هذا كان كل شيء لليوم مشاهدينا، بريك صغير ومنكفي من بعده مع Let's Dance. أيسا ألحقت أقول كلمة. ميرسي. ميرسي كثير لكم. كنت متوقعة شيء؟ لا أبدا أبدا، بس حسيتهم كلهم مش طبيعية. نجم بفضح وفتح الموضوع. شو؟ منعت عليك. بس صحيح. ميرسي وعليك. يعني توترنا من مجرد ما شفنا هالحركة كلها، حسيت فيكم عم تحركوا بطريقة مش مظبوطة. لا كريستال مش على بالها تنزل، يعني ما بنعود نركز. كريستال ما عدت ركزت، أنا ما عدت أعرف شو عم بحكي، حس إنه في شيء وناطرة بس مش عارف في شو. ورانيا رد على تليفوني تقولوا لي مزبوط. وصراحة أنا ما كنت متوقعة أبداً، لأنه كمان ما هو عامل عملية، قلت أنا رح يجيبوا الأولاد أكيد. فعليك إيش عاملين؟ ميرسي ينعاد عليك. ميرسي ينعاد عليك. خلي لك كريستال وخليك فوق راسهم. ما حبيت وجهك كمان. لا أبداً ما صرفتي أبداً. وركض وركض. أنا صغيرة. وشتي وشتي. حلقات كانت حلوة وصغيرة. ما بعثت لكم الصور وين؟ شوفون. كيف كيف خبرينا كيف بتلاقي كريستال على التلفزيون؟ لا تمام، منيحة منيحة. دايما دايما دايما. لا منيحة بعدها بالبداية. يلا هاي الصورة لكم، هيدا تليفوني، هيدا صورة لكم. وتعالي ناخذ سيلفي نحن وياها. شو رايك تينا؟ عم نشوف، عم نشوفك على فكره. هلا بدنا نشوفك انت وصغيره. هاي عم نشوف صور كريستال وبيبي. ليك شو الموضوع؟ يك انا قليلا نشوف حدا كان اسمر وصار هالقد ابيض واشقر. لا شعراتك كانوا غامقين. شعراتك اخوي عندي اخت اصغر منك. لك اي صور عم تحضرنا هلا؟ ايه بتستنى هلا اكيد. يعني معها خبر يعني صور جوزتها هون اختي. لا اختي انا هون مش هذا كثير مهضومين. ليش شعراتي؟ كانت شعرات فريزي كثير مهضومة. كانت تعذبي كريستالي وصغيرة. عن رايق كل شيء. بعدها رايقة. كانسر كانسر. كثير كيف كثير اندبندنت. ملي ما تعبت، من ظهري بتعبي. خلي لك اياهم اثنيناتهم وخليكي فوق راسهم. ميرسي لكم، ميرسي لزويا كمان. ميرسي ثانك يو، ميرسي روزات انك كنت معنا اليوم. بنفات ينعاد عليكي. خلي لكم اولادكم. ميرسي ثانك يو. خذي لنا بريك من المزال. بناخذ بريك صغير ونكفي من بعض وام تي في لايف على الدانس.